مرحبا، ان شاء الله تكونوا تمام. فيديو اليوم جبت لكم فيه بعض الفيديوهات المتنوعه والمختلفه. لا تنسوا تعملوا لايك للفيديو وتنشروا بكل مكان وكمان تشتركوا بالقناه. خلوني يلا نبدا الفيديو. الان في فعاليات الحجر المنزلي الكل بيخترع اختراعات، بس احيانا للاطفال بعضهم يعني كذا لهم اختراعات جدا حلوه. شوفوا كيف الاختراع هذول الاطفال اخترعوا صراف آلي ويسحبوا منا الفلوس، أهم شيء عايشين جوهم. مرحبا، هذه البطاقة الآن. هذه الفعالية هي أفضل فعالية، تحسوا كده فيها ابتكار. فأحلى شيء عجبني أنا الاختراع والصوت، كان الصوت يضحك. هذا الفيديو لسواق تاكسي، ومن المعروف أن سواقين التاكسي كل شوية بيطلعوا معاهم ناس مختلفين، فمن المحتمل أنه ينعدي بالمرض اللي الآن منتشر. فكر بأنه يحمي نفسه كيف؟ عن طريق كيس نايلون عزل نفسه عن كل الركاب اللي بيدخلوا معاه للتاكسي. Guys, I'm in the taxi and this is what it looks like. I don't think the driver has quarantined himself from the rest of the passengers. How the virus may mutate. The driver in a quarantine. But there's another form of COVID-19. What the hell is that? COVID-19 and a half. And driver, you know, play with the road. ايش رايكم بالفكره اللي فكر فيها صاحب هذا التاكسي؟ هل هي فكره كويسه ولا مو كويسه؟ وهل انتوا اذا شفتوا في تاكسي عمل هذه الحركه هل ممكن انكم تركبوا معه ولا لا؟ قولوا لي تحت في خانه التعليقات. هذه الايام انتشرت فيديوهات بانه المعقمات ممكن انها تشتعل بسبب نسبه الكحول العاليه اللي فيها. فهذا الفيديو لشخص عمل تجربة على المعقمات من نوعين مختلفين، شوفوا كيف اشتعلت بالنار الباردة. شباب الحذر، كل الحذر من المنظفات والمعقمات اللي قاعدين نستخدمها هالأيام. طبعا سمعنا عن سالفة المرة اللي احترقت منهم، أنا حبيت أني أجرب وأشوف، خصوصا مع أخواتنا اللي يدشون المطبخ أو اللي يشبون بخور، أخواننا المدخنين. طبعا لما تحط النار شكله ما شب، كنا سالفة شذب يعني مو صدق. طبعا نقرب لك لانك شوي شوي، شوف كذا ولا شوف، حتى هني النار يعني ما تقدر تشوفها إلا إذا قربت لها لك لانك شوي شوي، شوف لأن في نار خفيفة لكن ما تبين. الله يحفظكم يا رب ان شاء الله، وحذروا احبائكم. لما شفت المعقمات اللي معانا في البيت ولا واحد فيهم كاتبين فيه تحذير انه المعقم هذا قابل للاشتعال. فهذول المعقمات كلها قابله للاشتعال، سواء هذا الجل او المعقم البخاف، فدائما احذروا من المعقمات. طبعا بسبب الازمه هذه الايام فالكل راح يشتري مقاضي للبيت علشان يعزل نفسه وما يطلع برا، مو بسبب كمان الحظر اللي فرضينه علينا دولنا. بس هذا الشخص عمل تصرف غريب، واللي هو اشترى مقاضي البيت ولكن مقاضي غير عن المعتاد، يعني فيكم تقولوا كذا نقل السوبر ماركت كامل لعنده للبيت.
الحين بس عرفت سبب الأزمة هو هذا الشخص، يعني بدل ما ياخذ حبة واحدة من الزيت أو ثنتين أخذ الرف كامل تبع السوبر ماركت، يعني أخذ أغراض فوق اللي محتاجها. هذا ما رح يسوي له حجر لمدة شهر، لا هذا رح يسوي له حجر لمدة سنة أو سنتين. إذا حصلت عندكم أزمة فاعرفوا أن السبب هو أمثال هذا الرجال اللي عمل هذه الحركة وسحب السوبر ماركت كامل للبيت. احيانا من قوة الطفش وبنسوي اشياء احيانا مجنونة حبتين. هذا الفيديو اللي بنت طفشانة من لانا وهي بتطبخ، شوف ايش سوت. فعلا الوضع صار جدا صعب. هذا الفيديو للرجال في أثناء حظر التجول أخذ زوجته لبيت أهلها، يعني أنا ما أعرف إيش طقت براسها تروح بيت أهلها في الليل مع حظر التجول. فهذه المرأة حامل وزوجها بيحاول يوصلها لبيت أهلها، فعلشان هم خايفين من الدوريات فكيف يسووا كيف يهربوا كيف 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 كيف. شوفوا الحوار اللي صار، شوفوا إيش صار معهم. ولا زدت دورية لزدتك بين البكس. امسطي يا بني انا حامل خبيث. بلا حامل بلا خرق. عرض اختي لو وقف الدورية بقول هاي مش مرتي. امسطي ولك وين خش حمار انسي الشارع ما بشوفونه. اوه اسمعي، طب بس ايش عامل تصريح للزوجة؟ تصريح مين؟ انا معي تصريح وانت ماكيش. اسوي لك تصريح؟ شو انت موظفة؟ اذا اجت الدورية دزتك بالحاوية. بالحاوية احسن ما يحطوك بالقطعة. بسرعة 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 اركضي اركضي. الله يفضح ام الصين. اوكي انا حامل بس ان شاء الله. لا حامل يا مرة، امشي 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 امشي. في سيارة جاية بسرعة 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 بسرعة. بسم الله زي الحرامية. إلا تروح على دار نسيم دار أهلك بالليل. أحلى شيء أنا عجبني لما قالها والله لو الدورية شافتك جنبي لأرميكي في حاوية الزبالة، أنا ما أعرفك. يعني خلاص إنه غسل يده منها، خلاص هذه فيها غرامة وفيها حبس. فشوفي كيف تخلى عنها ثواني، قال لها بلا حمل مو وقت الحمل الحين. من كثر التنبيهات لازم تسووا معقمات، لازم تنظفوا، لازم ولازم ولازم ولازم، الناس صارت بتعقم أكلها. فشوفوا هذا الفيديو لواحد وهو بياكل الساندويش قام معقمة بالمعقم. يا كورونا ابو تذكرونا بس ما تجوا تزورونا زوروا السياسيين. أنا ما أعتقد إنه هو أكله لأنه يعني راح تأكل حاجة فيها كحول، كيف طعمها يعني راح تكون؟ راح تدخل السملة داخل. بس للأسف اكتشفت إنه في بعضهم فعلا بيسووا كذا. فإيش رأيكم في الفيديو؟ هل هو فعلا ولا إنه استهبال ومسخرة بس؟ في واحدة عرسها كان المقرر إنها تسوي في وقت الحظر. طيب إيش تسوي؟ الكل لو أعراسهم والبعض عمل الأعراس بس في البيت، لكن هذه قالت علي الطلاق لأن عاملة عرسي بالوقت المحدد وحعمل اختلاط. شوفوا إيش سوت. أنا اللي استغربته فيها، أوكي داخلة بالكمامات هذا اللي مفروض يصير، ومو كل الناس كمان لابسين كمامات، بعضهم بس عشان تكمل الرقصة وكذا، بس عاملة كمامات ليش القفازات عملتيها كأنه بلونة؟ هذا شو يعني؟ لله في خلقه شؤون. هذا نهاية الفيديو، إن شاء الله يكون الفيديو عجبكم واستمتعتوا فيه. لا تنسوا تعملوا لايك للفيديو وتنشروا بكل مكان وكمان تشتركوا بالقناة. أشوفكم فيديو جديد، باي باي.